اهلا بيكم في قصه جديده من قصص رعب قناه احمد يونس على يوتيوب. القصص دي بتسمعها فقط وحصريا على قناتنا. قصتنا النهارده كتبها لنا كريم نصر. الرعب والفزع ليه اشكال كتيره، في مننا اللي بيخاف مثلا من الحشرات، في مننا اللي يخاف من الادوار العاليه، في مننا اللي يخاف من العفاريت والجن، لكن كلنا مشتركين اعتقد او معظمنا في فزع تاني اسمه فزع الثانويه العامه. ايوه ما تضحكش، ايوه مش هو ده موضوعنا، لكن دي حاجه كلنا بنخاف منها الكبير والصغير. وبدايه حكايتي من اولها كانت من يوم ظهور نتيجه الثانويه العامه. رغم ان المفروض بيبقى يوم عادي زي اي يوم، الا ان كلنا عارفين ان اليوم ده محفور في ذاكرتنا وصعب جدا تماما ان حد فينا ينساه مهما مر بيه العمر. احلام كتير بتتحقق في اليوم ده واحلام كتير بتتهد. يوم مليان زغاريت وتهاني ومباركات، ومليان بكاء وعويل وحالات اغماء، ويمكن اكتر من كمان. بالنسبه لي انا كان يوم عادي جدا، يمكن كان يوم سخيف وممل حتى، لان انا بعيش كابوس اكبر بكتير من كابوس الثانويه العامه. سامحوني انا ما عرفتكوش بنفسي، انا اسمي اميره، انا اسكندرانيه، والدي ووالدتي مطلقين من فتره طويله، وسابوني انا واخويا لوحدنا، وتقريبا نسيونا وسابونا نواجه عواصف الدنيا والحياه لوحدنا من غير حتى باب نستخبى وراه يحمينا منها. احمد اخويا عنده 30 سنه، ومهما اتكلمت عن احمد مش هقدر اوصف حجم المعاناه ولا التعب اللي احمد بيتحمله في مقابل ان انا اكمل تعليمي واخلص الثانويه دي بسلام. احمد شال حمل يهد جبال، مع ان المفروض الايام دي يعيش احلى سنين عمره، لكن للاسف حط احلامه وحياته كلها على جنب علشاني انا وعلشان يصرف عليا. هقول لكم اكتر من انه ساب دراسته، اشتغل عامل رخام في محجر من محاجر وادي النطرون، اتبهدل علشان اقدر اكمل الثانويه العامه وادخل الجامعه. كلمه اتبهدل دي قليله جدا، وكلمه البهدله علينا احنا الاثنين قليله جدا على اللي شفناه انا واخويا. علشان اقدر اكمل ونكمل حياتنا عانينا كتير. قلة الفلوس اللي معانا كانت السبب الأكبر في إني كرهت الثانوية العامة والدراسة كلها. وفي يوم النتيجة دخل علي أحمد وعلى وشه أجمل علامات الفرح والسرور، وقال لي بصوت عالي: يا ريتني كنت بعرف أزغرط، مبروك يا حبيبتي، جبت 96%، تعبنا ما راحش هدر، ألف مبروك، ألف مبروك. الله يبارك فيك. أنا عرفت، بس أنا عايز أقول لك حاجة، ما تفرحش قوي كده، لان انا مش هكمل الدراسه، انا زهقت وكفايه لحد كده قوي، انا هنزل اشتغل وهساعدك. انت بتقولي ايه؟ مش بعد ده كله تقولي لي الكلام ده؟ لا يمكن ده يحصل، هتكملي وهتدخلي كليه الطب ان شاء الله، وهتعوضين عن ايام التعب والشقة بايام جميله لما تبقي دكتوره، واشوفك كده رايح وجاي دكتوره قد الدنيا، احسن دكتوره في الدنيا كلها. والله يا احمد انت طيب، انت عارف مصاريف كليه الطب دي قد ايه، وعارف انا مجموعي مش هيجيب كليه الطب على فكره في فرع قريب مننا في اسكندريه او قريب منها حتى، ده انا هسافر اقاليم بعيده، وكل دي مصاريف احنا مش قدها. ولا يهمك، ما تقلقيش، ربنا موجود، ربنا واقف معانا على طول، اكيد اللي جاي هيكون اسهل واحسن ان شاء الله. افرحي واتبسطي، افرحي، احلامي يا احسن دكتوره في اسكندريه كلها، انا مش هقولك بعد كده غير يا دكتوره، خلاص مش عايز اسمع منك الكلام العبيط ده تاني. مرت الايام والتنسيق نزل، وزي ما توقعت بالظبط اتحدفت، وحدفني التنسيق بتاعي في بلد في الصعيد. حاولت كتير 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 اقنع احمد بلاش ادخل الكليه، لكنه صمم يدخلني طب حتى لو هيبيع هدومه ونفسها علشان اكمل الدراسه. واضطريت ان انا اسافر والله العظيم علشانه،
ودخلت كلية الطب، وكان عندي هدف واحد قصاد عيني، أنجح ويبقى معايا فلوس كتير علشان أعوضه، لازم أعوضه. من أول يوم دخلت في الكلية وقدمت ورقي في المدينة الجامعية علشان أسكن هناك في سكن الجامعة، سكنت. كانت غرفة لوحدي لمدة شهرين، وبعد كده سكنت معايا وفاء. وفاء كانت من الطلاب الوافدين من برا مصر، كانت تحديدا من دولة عربية، وكانت جاية تدرس الطب في مصر، وعن طريق الصدفة أو الحظ الكويس سكنت معايا في الغرفة اللي بسكن فيها. ومن أول يوم شفت فيه وفاء كنا زي بعض. حسيت ان احنا صفاتنا قريبة جدا من بعض، لبسنا متواضع، شكلنا برضو متواضع، وتعرفنا على بعض وعرفنا ان ظروفنا زي بعض في الماديات يعني. وبعد وقت قليل عرفت عنها تقريبا كل حاجة، وزي ما ظنيت وتوقعت بالظبط، وفاء بتعاني من الفقر وقلة الفلوس، وجات مصر تدرس الطب لان الدراسة في مصر عندنا ارخص من عندهم في بلدهم. ومرت الايام وكنت بلاحظ على وفاء حاجات غريبة، لكني كنت متقبلاها ومقدرة بعدها عن أهلها وعاداتها المختلفة. أكيد عاداتها بتختلف عن عاداتنا، يعني مثلا وفاء كانت بترفض أنها تنزل تاكل معانا في الميز الرئيسي للسكن الجامعي. حاولت أكتر من مرة خليها تنزل معايا لكنها كانت بترفض رفض قاطع، وكانت تقولي أنا معايا أكل كتير. كنت بحسها شخصية كسولة، كمان كانت بتنام أوقات طويلة، وحذرتها كتير ان النوم الكتير ممكن يفوت عليها المحاضرات وسكاشن مهمة، وكانت كل مرة تقولي انها لسه مش واخدة على الجو في مصر وانها قدامها شوية وتتأقلم. ومرت ايام قليلة بشكل روتيني لحد ما وفاء جت في يوم وقالت لي انت ايه رأيك يا اميرة نشتغل؟ والله العظيم فكرة، على الاقل نساعد اهلنا في المصاريف ومبقاش محملة اخويا كل حاجة. بس هشتغل ايه؟ احنا ما نعرفش حد هنا في البلد دي غير اننا يعني مغتربات، واكيد مش اي شغل هتنفع لنا عشان الدراسة والكلية، وعلشان احنا برضو في الاول في الاخر بنات. قالت لي وفاء انا اعرف ست كبيرة في السن عايشة في البلد دي وغنية وعندها فيلا كبيرة على النيل، وما ظنش انها ممكن تمانع انها تشوف ليا وليك اي شغل. وانت تعرفيها منين؟ انت لحقتي تتعرفي على حد هنا في مصر؟ ده انت جاية ما بقالكيش لسه اسبوعين. الست دي اسمها رجاء، هقولك، او يعني زي ما بيقولوا عندكم في مصر الحاجة رجاء، وكانت جاية لينا زيارة في بلدنا زمان واخدت عنوانها في مصر. تعالي نروح نقابلها وهي ترحب بينا جدا، وانا متأكدة انها هتساعدنا. وافقت على طلب وفاء، وانا متحمسه اروح ازور الست الغنيه في فيلتها على النيل. وفعلا رحنا الفيلا. ست رجاء اللي بتعيش فيها الفيلا فعلا كانت مبنيه على طراز قديم والشجر مغطيها من كل ناحيه على النيل، لكنها مش من الفيلا الحديثه يعني، كانت متهالكه نوعا ما. فضلنا واقفين قدام البوابه نخبط عليها لحد ما جه راجل عجوز باين عليه كده غفير الفيلا. اول ما فتح سالنا انتوا مين يا هوانم؟ فقالت له هوانم احنا عايزين الست رجاء. بصلنا من فوق لتحت كده وابتسم ابتسامه بهته كده وفتح البوابه وقال اتفضلوا في الجنينه هنا، هدخل ابلغ الست رجاء حالا وهتجي لكم. وفعلا قعدنا على كراسي في الجنينه مستنيين الاذن بالدخول لحد ما هي تركع. الجنينة الشجر كله دبلان وميت، حتى السور الحديد المحوط بالفيلا كان مصدي ومتهالك. خمس دقائق ورجع الراجل عجوز وقال اتفضلوا الست في انتظاركم جوه. ودخلنا، كانت الست رجاء قاعدة في صالون جانبي ولابسة نظارة سودة كبيرة ومسك عصاية سند عليها، ولابسة جوانتي في ايد من ايديها لونه شفاف ومبين اثار حرق في ايدها. اول ما وفاء شافتها وجهت وفاء كلامها للست رجاء وفكرتها بنفسها وقالتها انا وفاء، فكراني اللي جيتي واتقابلنا في البلد عندنا. ابتسمت الست رجاء وما تكلمتش ودخلت جوه، ما نعرفش دخلت تعمل ايه. انا فضلت اتأمل السقف والحيطان في الفيلا، الجدران متعلق عليها برواز ضخمة من الخشب، وجوه كل برواز صورة بالابيض والاسود.
البراويز منتشرة في كل جنب من الحيطة بتاعت الفيلا. الصور كلها كانت بتجمع ناس بأزياء مختلفة من عصور مختلفة، يعني بمعنى أوضح صور بفساتين من 100 سنة وصور بعبايات اللف بتاعت زمان والملايات اللف اللي كانت مشهورة في اسكندرية زمان. وكلهم لما تركز معاهم تحس ان هم قرايب بصراحة. الست رجاء دي صاحبة الفيلا، يعني واضح ان هي الجدود والجدود، يعني شجرة العيلة بالبلدي كده. الست رجاء لانها جاية ومعاها صينية عليها كوبايتين عصير، واول ما قعدت بدأت وفاء تعرفها بيا وباسمي وقالت لها احنا الاتنين ظروفنا صعبة وفي كلية الطب ومحتاجين شغل مناسب لينا يوفر لنا مصاريف الجامعة. بدأت تتكلم وقالت أنا عندي ليكوا فرصة شغل حلو، أنا محتاجة اتنين يكونوا معايا في الفيلا يساعدوني في الترتيب والتنظيف، بس ما تفهموهاش غلط، تكونوا سند ودعم ليا، أنا عايشة لوحدي زي ما انتوا شايفين. الراجل اللي هنا بس بيحرس المكان لكن ما بيدخلش جوه، وهديكم مرتب وهخصص لكم أوضة تعيشوا فيها وتسيبكم المدينة الجامعية لو عايزين تسيبكم منها خالص لحد ما تخلصوا دراسة، وهتكفل بمصاريفكم وأكلكم وشربكم ولبسكم، والعيشة هنا هتبقى أكيد أحسن وأرقى من هناك، وتذاكروا هنا وتعيشوا حياتكم هنا. وفاء ردت عليها بسرعة وقالت لها متشكرين جدا، وإحنا بنوعدك إن إحنا هنرد لك الجميل ده في يوم من الأيام. طيب خدي رأي صاحبتك الأول، يمكن تكون صاحبتك عندها رأي تاني. الاتنين بصولي مش عارفة أقول إيه. خلاص أنا موافقة، أنا موافقة. اتكلمت وفاء وقالت لها واحنا ممكن نعرف المرتب هيكون كام يا ست رجاء؟ يكفيكوا 5000 جنيه في الشهر غير الاكل والشرب؟ انا سمعت الرقم لقيتني من غير ما امسك نفسي قلت لها انا موافقه طبعا، اعيش واكل واشرب واخد الفلوس دي كلها، ده انا هساعد اخويا كمان. وبدأنا وقررنا ان احنا هنعيش هناك، وافقنا ان احنا نسكن مع الست رجاء في الفيلا، ومع اول ليله سكننا فيها فتحت لنا اوضه جانبيه في الدور الاول وقالت لنا يلا نضفوا الاوضه اللي هتناموا فيها بتاعتكم. وبعدها مشيت طلعت الدور اللي فوق وما نزلتش تاني. دخلنا الاوضه ونظفناها وطلعنا منها كميه تراب مهوله كانت مقفوله تقولش من 20 50 سنه مثلا. بعد تعب كتير ومجهود أكبر الأوضة بقت جميلة، وكان لازم نرتاح. أول ما فردت جسمي على السرير بصيت في السقف العالي وأنا بفكر سقف الفيلا يعني سقف الأوضة، وأنا بفكر في إن ربنا هيكرمني في الفترة اللي جاية. لمحت وش مرسوم في السقف بالطباشير اللي لونه أحمر. الوش كان خارج من راسه قرون طويلة مدببة وأسنان بارزة مرسوم بمنتهى الدقة وكأنه وش شطان غول من الأساطير بتاعت زمان من المسلسلات القديمة هيركيوليز وحاجات علاء الدين والحاجات القديمة. استغربت المنظر، مين اللي ممكن يطلع فوق ويقعد يرسم الرسمة الدقيقة دي عشان في الآخر يرسم بني آدم مخيف كده ويترسم عشان لما حد ينام على السرير يشوفه فوقه؟ غمضت عينيا وخليت وشي ناحية الحيطة اللي جنبي وغطيت راسي بالغطا عشان أنام. ونمت، لكن صحيت بعدها معرفش بقد ايه سمعت صوت حاجه زي كحت في الحيطه من فوق، حاجه بتخربش في الحيطه او من السقف تقريبا، جاي من نفس مكان الوش الغريب المرسوم اللي لسه كنت بقول لكم عليه. ركزت اكتر علشان اعرف مصدر صوت الخربشه او الصوت ده او الحكه دي. سكت، بعدها
صورة تانية تبقى الأصل من الصورة الأولانية بتتكون جنبها. فضلت أركز وأقول أنا مش طبيعي اللي أنا بشوفه، أنا أكيد عينيا مزغللة. وبعدين لقيت وش تالت ورابع وخامس وسادس، وكلهم فاتحين بقهم، وكلهم مرسومين باللون الأحمر، وكل وش مرسوم فوقيه رقم. المنظر كان مرعب ومخيف ومفزع، وانا لحد دلوقتي مش مصدقه وشايفه ان انا اللي عندي تهيؤات او من المجهود من كتر ما ركزت في الرسم. ساعات الواحد لما بيركز في حاجه بيشوفها بتتكرر. في اللحظه دي سمعت نقر على ازاز الاوضه اللي ورايا، حاجه بتخبط على الازاز بصوت ثابت. شلت الغطا بالراحه وبصيت على اللي بيخبط على الازاز، لقيت الراجل العجوز اللي فتح لنا الفيلا كان ماسك في ايده خشبه طويله وعمال يخبط على الازاز. قمت من على السرير وقربت منه عشان اعرف واعرفه اسفه اني شايفاه وهو بيعمل كده ليه. فضل زي ما هو يخبط على الازاز، ناديت عليه وقلت له لو سمحت بطل اللي بتعمله وامشي من هنا لحسن اقول للست رجاء. مشي، ما استناش يعمل حاجه تاني او يجادلني او حاجه، مشي. ناديت على وفاء بصوت واطي تصحى علشان تشوف اللي حصل في الاوضه. اكتشفت ان وفاء مش موجوده اصلا على سريرها، سريرها فاضي، والغريب ان سريرها كان كله تراب، كانه ما تنفطش، كانه ما تنضفش كمان مع اننا منظفين الاوضه. قربت من السرير لقيت على التراب ضوافر، ضوافر لونها ازرق وشعر متقطع. بقيت مش فاهم حاجه، رجعت لسريري بتلفت لقيت الراجل العجوز قاعد على سريري، ولقيته معاه مقص وخرج لسانه وبدأ يقص فيه وكأنه بيقص في ورقة، ومفيش أي ملامح ألم على وشه، وبينزل نقط دم السودة عمالة تنزل على جسمه كله. صرخت وجريت، جريت ادور على وفاء في الفيلا. فضلت انادي عليها في كل مكان، يا وفاء يا وفاء. صدى صوتي كنت بسمعه في كل اركان الفيلا. لمحت النور ضعيف وصوت كحت في الارض. قربت من النور الضعيف، حد قاعد بظهره، وشفت الضوافر بيكحت في الارض كانه بيرسم حاجه على الارض بضوافر. قربت، انا مش عارفه ده ايه كمان. كانت وفاء، وفاء قاعدة على الأرض وبتكحت بضوافرها وبترسم في الأرض نفس الوشوش المرعبة اللي شفتها. ظهر وفاء كان العظم بارز منه ومكشوف ومرسوم عليه خطوط بالطول وآثار تعذيب واضحة على ظهرها، وجلدها متقطع وجروح عميقة ظهر في ظهر وفاء لونه أزرق كأنها حد جلدها بكرباج. وفاء بتعملي ايه؟ ومين اللي عمل فيكي كده؟ قومي نهرب من المكان الملعوب ده، قومي، المكان ده فيه لعنة. وفاء بصت لي، مجرد ما بصت لي رجعت بظهري لورا من بشاعة المنظر. هي وفاء لكن ملامحها متبدلة، ملامحها شبه الست رجاء صاحبة الفيلا الملعونة. وشها أزرق، سنانها متكسرة، شعرها متقطع ومرمي حواليها في الأرض. في اللحظة دي نور الفيلا كله نور مرة واحدة، وسمعت حد بيجري في صالة الفيلا. النور كان قوي جدا لدرجة أن أنا غمضت عيني مش قادرة أتحمله. وبعد الثواني فتحت وسمعت صوت همهمة وأنفاس وناس كتيرة. ببص لقيت ناس واقفة زي الأصنام الصامتة بملامح جامدة ومرعبة في صالة الفيلا. كل واحد فيهم واقف قدام برواز من الصور اللي متعلقة على الحيطان، ولما ركزت في وشوشهم لقيتهم هم اللي موجودين في الصور اللي متعلقة على الحيطان. كل واحد فيهم واقف قدام صورته ما بيتحركش زي الصنم بالظبط. ايه الخوف والرعب اللي أنا فيه ده؟ لكن مع التدقيق
لقيت البراويز والصور كلها بقت شبه مدام رجاء جدا، وكلهم كمان بقوا شبهها جدا، كل اللي واقفين. وفي لحظة واحدة كلهم اتلفتوا ناحيتي. حاولت ابلع ريقي وانا عقلي مش مستوعب اللي بيحصل. انا واقفة قدام ايه وليه وفين وايه السبب؟ وقعت على الرصيف وبدأت أستعيد وعي، وربنا ستر فعلا ما كنتش اتخبطت أنا أغمى عليا فعلا من الخطبة. الناس سألتني انت مين وكنت بتجري كده ليه؟ قلت لهم أنا عايز أرجع المدينة الجامعية. واحد من اللي واقفين تطوعا بيوصلني، وصلني وطلعت الأوضة. كانت زي ما هي، محدش لحق يسكن فيها. جبت التليفون وفضلت أتصل بوفاء أكتر من 100 مرة ومفيش أي رد. فات 24 ساعة على خروجي من فيلا الست رجاء، وبرضو فات 24 ساعة على اختفاء وفاء. أنا بقيت متأكدة أنها وفاء ضاعت، ضاعت واتفقدت جوه الفيلا المسكونة بالأشباح والعفاريت، وأكيد الست رجاء هي السبب، هي اللي وراها السر كله. أنا مش عايز أعرف حاجة، أنا عايز أخرج زميلتي من الفيلا بس. مسكينة ملهاش ذنب، لازم تخرج بأي طريقة وبأي تمن، وبعدها ننسى اللي حصل كله. ما كانش قدامي غير اني لازم ابلغ ادارة السكن الجامعي عن اختفاء وفاء، وفعلا عملت كده ونزلت علشان ابلغ ادارة السكن واحكي لهم اللي حصل وابلغهم عن اختفاء وفاء. ولما بلغت الادارة باللي حصل كان ردهم هو الصدمة التانية. الجامعة قالت لي الادارة الطالبة وفاء خلصت دراستها ورجعت بلدها قبل ما انتي اصلا تدخلي الجامعة، انتي ازاي بتسألي عنها؟ كان في فعلا طالبة اسمها وفاء، كانت من الطلاب الوافدين، خلصت دراستها من 3 سنين ورجعت بلدها، وده مثبت في الملفات بتاعتنا، وفعلا هي كانت ساكنة في نفس الغرفة اللي انتي ساكنة فيها حاليا، لكنها خلصت دراستها للطب ورجعت بلدها. انتي بتسألي عنها ليه؟ وقتها حسيت ان الدنيا بتلف بيا، ما بقتش قادر افرق بين الحلم والحقيقه. امال اللي كانت عايشه معايا في الاوضه واخدتني ورحنا الفيلا دي مين؟ سالت الاداره اكتر من مره واجاباتهم كانت واحده وما بتتغيرش، وبدا يتبصلي بصه اتهامات ان انا مجنونه. اداره الجامعه بلغتني انها مش عايزين اشاعات ومش عايزين بلبله وكلام يخوف الناس من السكن الجامعي، ده هيسبب مشكله في السكن وهكون انا السبب فيها. وعايز اقول لكم بمعنى اوضح وأدق، أنا تهددت إن سهل جدا أتفصل من السكن ومن الجامعة كلها لو فضلت أتكلم في الموضوع ده، لأن كده بروج إشاعات إن مبنى السكن الجامعي مسكون. طلبت أغير الأوضة رفضوا، لأن ده هيثبت إن الأوضة فيها حاجة غريبة، وقالوا لي خلاص الأوض كلها اتسكنت واتحجزت. أنا ما معيش فلوس إن أنا أسكن بره، ولا أقدر أطلب من أخويا أي فلوس تاني لسكن بره. ما كانش قدامي غير إن أرجع الأوضة من جديد. الأوضة اللي كان فيها واحدة مشيت من السكن من 3 سنين ومعرفش رجعت ازاي، واستسلمت للأمر الواقع. ما عنديش حلول تانية، وبرغم الصدمة اللي كنت فيها إلا أني كنت مصممة على وجود وفاء، ومش قادرة أكذب عناية ولا قادرة أكذب نفسي.
في شخصية اسمها وفاء عاشت معايا في قطي وخرجنا سوا ورحنا الفيلا الملعونة سوا. أنا مجنونة؟ هل أنا مريضة نفسيا؟ هل بيتهيأ لي حاجات لأشخاص كانت موجودة ومعرفهاش؟ طيب في قطي رحت على الدولاب اللي كانت بتشيل فيه وفاء هدومها وحاجتها، فتحته بصعوبة تقريبا كسرته وفضلت أقلب فيه وما كانش فيه أي حاجة غريبة، كلها مذكرات وكتب وأوراق متصورة في المواد اللي احنا بندرسها، ولكن بين الورق كان فيه صورة، صورة متطبقة ومحطوطة جوه كتاب أو مخفية جواه، وأنا بالصدفة شفتها. مديت إيدي وفردت الصورة وبصيت عليها، لقيت صورة لبنات كتير جدا وكلهم واقفين رؤوسهم محنية قدام ستة قاعدة على الأرض، ومن غير ما أدقق كتير وأفكر كتير كانت هي رجاء. أيوه، بس كان شكلها أصغر بكتير من الشكل اللي شفتها عليه في الفيلا الملعونة، ومن ضمن البنات كانت وفاء. أيوه وفاء، قدرت أتحقق من ملامحها كويس وميزها في وسط البنات اللي واقفين في الصورة. قلبت الصورة وكان مكتوب عليها من ورا تاريخ، لكنه تاريخ قديم بيرجع لعشر سنين أو أكتر، وجنب التاريخ مكتوب جملة بالخط الأحمر بتقول: كانت الأرض ملك لنا وستعود لنا عن طريق أرواح بنات آدم. ما فهمتش إيه معنى الكلام. الأرض ملك لنا وستعود لنا عن طريق أرواح بنات آدم. كانت الأرض ملك لنا وستعود لنا عن طريق أرواح بنات آدم. إيه الكلام اللي مكتوب على ظهر الصورة؟ افتكرت اني سمعت الجملة دي وانا موجودة في الفيلا الملعونة. ما كانش قدامي اي حل غير اني اخدت الصورة ورميتها من الشباك ورميت معاها كل حاجة حصلت في اليومين دول. لازم اتعايش وانسى، لازم انسى كده، اكيد خلاص دي عفريتة طلعت لي. الحمد لله أنا خرجت من الفيلا دي سليمة على الأقل. ومرت أيام لحد ما في يوم كان عندي سكشن تشريح عادي يعني في كلية الطب ده طبعا، وكل طلب الطب متعودين على التشريح والجسس والفورمالين. ونزلت الصبح عادي ورحت المعمل التشريح، حسيت إن في زحمة عند مشرحة الكلية وعربيات إسعاف كتير. استغربت المنظر لأن كنت أول مرة أشوف إسعاف في الكلية أصلا وزحمة عند المشرحة. ولما سألت عرفت ان في تلات جثث جاية المشرحة واحنا هنتأخر شوية على ما تدخل السكشن، او ندخل احنا السكشن الخاص بينا، وهنستنى لحد ما يجهزوا الجثث اللي واردة جديدة وبعد كده ندخل نحضر سكشن التشريح. مر وقت وكل الطلبة مستنيين قدام المشرحة، وفجأة انتشرت ريحة بشعة في المكان. مش عارف هل انا بس اللي شميت الريحة دي ولا كل الطلبة شموها. الريحة دي انا فاكرها كويس، شمتها بس مركزتش معاها لما كنت في فيلا الست رجاء. ما كانش عندي الجرأة أسأل حد من اللي واقفين انتوا شامين اللي انا شماه ولا لا. انا خلاص بقيت منعزل عن الجميع، والمشكلة ان تسرب كلام ان انا بتكلم عن واحدة مش موجودة وعفريتها وبتظهر، فبدأ يطلع علي كلام ان انا مجنونة او مخ ضرب. الريحة عمالة تنتشر اكتر، قلبي بيطق اكتر، رعشة بتدب في جسمي كله، والوقت بيمر ببطء. بعد كده سمحولنا بالدخول. أول لما دخلت المعمل الخاص بالتشريح، الجثث كلها كانت نايمة على ظهرها على ترابيزات من الألومنيوم، وكان من عادة الدكتور الخاص بالتشريح إن هو ما يكشفش وش الجثث، لأن إحنا مش محتاجين نكشف وش الجثث في حاجة. كان دايما بيغطي وش الجثة اللي هتتشرح بقماش أبيض. مش عارفة هل ده خوف من ملامح الموت المرسومة على وش الجثة ولا احترام للجثمان، مش عارفة. دخلنا وقفنا كلنا حوالين جثة من الثلاث جثث اللي وردت جديد، وكانت جثة واحدة ست. لون جلدها كان غريب، اسود قاتم ومكرمش على بعضه كأنها محروقة. اقول لكم انا فكرت في ايه؟ انا فكرت ان دي جثة رجاء. ما عرفش الاحساس ده جالي منين، لكن لما اتكشفت الجزء من الجسم، ايد من ايدين الجثة محروقة بنسبة كبيرة، نفس الحرق اللي شفته على ايده رجاء. اتسحبت بالراحة من وسط الطلبة وقربت من وش الجثة ورحت عشان اكشف. الدكتور زعق لي وقال لي مالوش لازمة نكشف وش الجثة. ما عرفتش ارفع الغطا من على وشها بسبب زي الدكتور. خلص السكشن
وخرجنا من معمل التشريح والفضول مسيطر عليا تماما، ولقيتني بقول انا هرجع تاني ادخل المشرحه واشوف الجثه دي بتاعت مين، لازم اتاكد هل دي جثه رجاء ولا لا. انا مش هسيب نفسي لاضرب اخماس في اسداس، انا هتجنن كده. وبعد ما اتاكد انها مش هي خلاص انا مش هفكر في الموضوع تاني. مر النهار بسرعه، وكنت عارفه ان المشرحه بتتقفل بالليل والحارس المسؤول عن الجثث بيروح ويجي تاني يوم الصبح. فاللي حصل ان انا اتسللت لحد ما دخلت المبنى، والمشرحه كانت في الدور التاني. طلعت فوق وكان المبنى كله غرقان في الظلام طبعا، وريحه الفورمالين منتشره في كل ركن فيه، وصوت التلاجات اللي بتحفظ الموتى كان عامل صدى في المبنى مخيف ومقبض لاي بني ادم معدي هيترعب منه، خصوصا ان عارف ان التلاجات دي ما فيهاش خضار وفاكهه، دي فيها جثث ميتين. قربت من باب المشرحه وكان مكتوب على الباب باللون الاسود المشرحه الرئيسيه. الغريب ان الباب كان مفتوح، مش عارفه هل ده من حظي الكويس ولا حارس المشرحه نسي اصلا انه يقفله. دخلت المشرحه واتحركت ببطء. الغريب ان الباب كان مفتوح، انا مش عارفه هل ده من حظي الكويس ولا حارس المشرحه نسي اصلا انه يقفله. دخلت المشرحه واتحركت ببطء ناحيه النور وفتحت المشرحه. مساحتها مش كبيره، ما فيهاش غير ثلاجه كبيره متقسمه ادراج، وكل درج رقم باللون الاحمر، وفي ترولي او سرير متحرك هو اللي بتحط عليه الجثامين علشان تتنقل لمعمل التشريح وترجع الجثث عليه تاني للثلاجه. قربت من اول درج وفتحته بالراحه. كشفت الغطاء عن اول جثه، كانت جثه راجل كبير، وشه كان ازرق كانه مشنوق او معدوم. دخلت الدرج ده وسحبت الدرج التاني، كشفت الغطاء، كانت جثه بنت شابه صغيره وشها كان مخيف، غالبا اتعرضت لحادث كبير وكان صعب التعرف على ملامحها من كتر البهدله اللي في وشها. سحبت الدرج التالت وقلت اكيد الجثه اللي شفتها في المعمل الصبح هتبقى موجوده في الدرج ده، واما هتبقى هي الست رجاء او لا. شفت الغطا من على الجثة. أحمد أخويا في ثلاجة الميتين، أحمد! صرخت صرخة داوت في المبنى كله. فجأة نور طار وكل أدراج الثلاجة بدأت تتفتح وتتقفل بقوة مرعبة ورا بعض، وصوت الخبط جاي من كل ناحية. اتحركت بظهري لورا وأنا عمال أصرخ وأعيط، جريت أفتح الباب وأجري. حسيت بشيء بيزحف من ورايا على بلاط المشرحة وبيقول كانت الأرض ملك لنا وستعود لنا عن طريق أرواح بناء آدم. وفجأة إيدي مسكت في رجلي بقوة وشدتني لتلاجة الميتين، اتخبطت فيها وترزعت فيها بقوة. قومت، قمت بسرعة، خرجت أجري من باب المشرحة بأقصى سرعة عندي. أول حاجة عملتها لما خرجت اتصلت بأخويا اطمن عليه، لأن لا يمكن اللي جوه ده يكون هو أخويا، أكيد ده جن أو عفريت. الوقت كان متأخر وساعة دخل على واحدة بعد نص الليل. كلمته كتير على التليفون ما بيردش، فضلت اتصل بيه لحد ما اخيرا رد. احمد انت كويس، طمني عليك. ايوه انا كويس، في ايه؟ انت هتنقلي علي صوتك بقاله بترهاجي كده ليه؟ لا انا شفت كابوس وكنت قلقان عليك واتصلت كتير ما ردتش. انت نايم؟ لا انا عاوز انام، بس انا قاعد مع ضيفه بره في الصاله وما كنتش عارف ارد عليكي. ضيوف ايه اللي جاي لك الساعه 1 بالليل؟ لا دي ست غلبانه، ابنها سابها هنا في اسكندريه، كانت قاعده على باب العماره وانا راجع من الشغل لقيتها على باب العماره وقاعده تعيط. بصراحه استغربت عليا، قلت اكسفيها ثواب، وعرضت عليها تيجي تبات لحد الصبح ووافقت. وبكره ان شاء الله هشوف دار مسنين او دار مشردين او حاجه اوديها. وسلام بقى علشان بتنادي عليا. حاضر يا ست رجاء، حاضر، هجيب لحضرتك المية وجاي اهو. بتقول مين؟ اطردها يا احمد. الو. فضلت اتصل بيه بدل المره مليون مره، التليفون مقفول. نزلت اجري في الشوارع ادور على اي مواصله توديني اسكندريه. الوقت متاخر، الدنيا ليل، مفيش اي حد في الشارع غيري. قعدت على الرصيف اعيط واصرخ، مفيش ولا عربية معدية. وبعد وقت طويل مرت عربية من جنبي بأقصى سرعة، جريت وراها وفضلت أشاور فرجالي. كان راجل سايق العربية وجنبه واحدة ست في الأربعينات،
طلبت منهم يوصلوني أي موقف عربيات علشان أسافر إسكندرية. اترددوا بصراحة من إنهم يركبوا. فضلت عيط وأقول لهم أنا أخويا في مصيبة ولازم ألحقه، لازم أسافر إسكندرية. ركبت معهم العربية. شكلهم مش غريب عليا. شفتهم فين؟ الاتنين لفوا ناحيتي، عينيهم بتنزل دم، شعرهم لونه اتحول وبقى احمر، وصرخ رجت العربيه ومدت الست ايديها على رقبتي وفضلت تخنق. مش فاكره حاجه. يعني ايه مش فاكره؟ انا شفتك بعناية وانت بتقطعي من جثث الميتين في المشرحه. لازم ابلغ اداره الكليه، لازم تتفصلي. ومش بس كده، ده انت هتتسجني بسبب اللي عملتيه في الجثمين. حضرتك انا حكيت لك الحكايه كلها من اولها لاخرها، بعد كده انا مش فاكره اي حاجه. زي ما بقولك، كل اللي فاكره ان انا دخلت المشرحه وشفت جثه اخويا، وبعدها جريت من المشرحه. حتى انا مش عارفه ايه اللي حصل. أنا ناسي كل حاجة. أرجوك، أنا ما أعرفش حتى أنت مين. أنا اسمي سيد عويس، أنا حارس المشرحة في الجامعة، وكنت موجود في المبنى في الليلة اللي أنت جيتي فيها. ولما قمت علشان أروح الحمام رجعت لقيتك في المشرحة وبتعملي حاجة غريبة. دخلتك المشرحة أكيد وراها مصيبة. سبتك تاخدي عقابك، عقاب اللي بيدخل على الميتين من غير حماية ولا حرز ولا حراسة. كنت متأكد انك هتشوفي اللي يرعبك ويحرقمك انك تقربي من الميتين تاني. شفتك كنت بتفتحي التلاجات وبتكشفي عن وشوش الميتين، وبدأت تقطعي الجثث بإيديكي وسنانك. أنا نفسي خفت منك. لسه هجيلك، جثة من الجثث حسيت إنها بتبصيلي وعينيها في عينيا. أنا خفت وجريت من الرعب. استنيت برا المبنى ومشيت وراكي لحد ما وصلت الفيلا مهجورة. فيلا أنا عارفها كويس، مهجورة من سنين ومحدش بيدخلها، محدش بيطلع منها سليم لو دخل. وقبلك دخلتها البنت اللي كان اسمها وفاء وما طلعتش، بس إدارة الجامعة قفلت على الموضوع ده ونسيته. قلت خلاص انت اتلبستي زيك زيها، وغير الكتير دخلوا الفيلا وما طلعوش، وأهل المنطقة كلهم عارفين إن الفيلا دي ملعونة، بيسكنها واحدة من الجن بتسيطر على أرواح البنات، بنات آدم، وتعيش في أجسامهم وبتاخد روحهم تسجنها في الصور وبتسيطر عليهم. كانت أول بنت مسكينة سيطرت عليها كانت بنت اسمها رجاء، رجاء الجيار. والكلام ده فات عليه يجي 100 سنة، ما شفتوش طبعا بس اتحكالي. بس كلنا بنحذر من الفيلا دي. رقبتك من ورا الشباك وشفتك وانت بتعلقي اعضاء الميتين في الفيلا، وبعدها شفت دخان اسود بيخرج من بقك وحوطك من كل ناحية، وفات دقايق وانت على الحال ده، وبعدها لقيت الصور كلها اللي على الحيطة بتتحرك وبتتهز على جدران البيت، ووقعتي من طولك. دخلت الفيلا وشلتك وفوقتك وجبتك هنا تاني علشان ما البسش انا المصيبة. انا لو ما بلغتش فيك انا هروح في 60 داهية. انا هغلي مسؤوليتي قدام الجامعة واحكي لهم اللي حصل، وقدرة الجامعة بقى تتصرف معاك بطريقتها. اديني الكارنيه بتاعك. اهو كارنيه. ايه ده؟ كارنيه من سنة 1905 باسم رجاء الجيار عطا. انت بتستعبطي يا بنت؟ انت بتبصيلي كده ليه؟ عاوزة مني ايه؟
بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.